you <music> بسم الله الرحمن الرحيم اهلا ومرحبا بكم في لقاء متجدد من هذا البرنامج المميز الدين والحياه الحياه النهارده هنتكلم ونجيب عن سؤال في غايه الاهميه ماذا يريد الله تعالى منا ربنا سبحانه وتعالى عايز منا ايه ربنا سبحانه وتعالى عايز منا ان احنا نكون اشقياء ولا سعداء بالطبع يريد الله تعالى لنا السعاده ما انزلنا عليك القران لتشقى طيب صالحين ولا فاسدين لا صالحين طب صالحين ولا مصلحين لا صالحين مصلحين وهكذا ففكرت كده قلت البدايه منين لان في ناس كتير بتسال نبدا ازاي هل ابدا التدين من الخارج من مظهري فاقوم اروح اشوف سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان بيلبس ايه ده نظريه لبعض الناس فيروحوا يتشبهوا بسيدنا النبي ظاهرا دون ان يتشبهوا بسيدنا النبي باطنا. طيب في نظريه ثانيه بتقول ايه؟ بتقول لا ده انا ابدا التدين من الداخل وليس من الخارج. من الداخل لان رب العالمين علمنا ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم. ما بانفسهم يعني نغير تغير مشاعرك وتغير قلبك وتغير تفكيرك وتغير نوازعك وتغير دوافعك طب نبدأ إزاي برضو يا رب رب العالمين قال لنا وهو بيتكلم عن سيدنا إبراهيم عليه السلام إذ جاء ربه بقلب سليم إذ جاء ربه بقلب سليم دي كانت البداية لقصة سيدنا إبراهيم عليه السلام أما النهاية فكانت قول الله عز وجل وان الى ربك المنتهى النهايه ما بين البدايه والنهايه كان سيدنا ابراهيم اماما كان نموذج للمسلم الصالح والمصلح اول المسلمين ونموذج المسلمين وامام المسلمين واذ ابتلى ابراهيم ربه بكلمات فاتمهن قال اني جاعلك للناس اماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين فقلنا قررت النهاردة إن شاء الله أنا والسادة الزملاء نتكلم عن البداية دي اللي هي القلب أحواله إيه هل القلوب كلها متشابهة ولا متغيرة هل في قلب سليم وقلب مريض وقلب ميت هل في قلب مؤمن وقلب فاسق القلب ده أثر, أثر القلب ده إيه على السلوك على سلوكنا في تعاملنا وفي أخلاقنا في تعاملنا مع الله وفي تعاملنا مع الناس وفي تعاملنا مع أهلنا في البيت رب العالمين بيفصل ذلك في القرآن الكريم وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم أيضا يفصل ذلك في السنة النبوية المطهرة فأما القرآن الكريم فتحدث عن القلوب وتحدث عن أمراض القلوب ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون القلب عامل زي الأرض بالضبط شبه سيدنا الإمام الغزالي بالبير البئر أو البحيرة بينزل ينزل تنزل ينزل المطر على يعني الجبال والسهول فأم ينحدر فتحصل فيه أنهار توصل للبحيرة فيستقر الماء فيكون صافي ونشرب منه وينتفع منه وأحيانا المية دي بتتفجر من تحت الأرض فبتعمل بير أو تعمل بحيرة فالمية دي إما تنزل من فوق أو تخرج من تحت نفس النظام القلب الايمان ممكن الانسان يوصله عن طريق العلم والعلم دي ووسائل الادراك دي ما هي الا انهار يقرا عن ربنا ويقرا عن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وبعدين يذكر الله وبعدين يسمع القران وبعدين يصلي في الانهار من فوق فقوم يزداد ايمانا ونورا في قلبه او ربنا سبحانه وتعالى ينفح نفحه ويجي كده حالة من الهداية فهم ينفجر الإيمان أصلا داخل قلبه زي المية ما بتنفجر داخل البئر اللي هي بنسميها المية المعدنية اللي طالعة من باطن الأرض بكل صفاء وبكل نقاء هي دي القلوب هل بنعجز ان احنا نصل الى القلب السليم لا ما نعجزش لكن الامر محتاج رياضه زي رياضة الجسم كده محتاج تعود محتاج إيمان محتاج نور نصل إليه عشان ربنا سبحانه وتعالى يوصل النور لقلوبنا ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور معانا مين أستاذة دينا تفضلي السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله في حضرتك اهلا وسهلا اهلا بيك لو سمحت بس عاوزة اسالك عن دعاء لفك الكرب دعاء فك الكرب حاضر اي سؤال تاني يا استاذه دينا؟ اه سؤال تاني معلش اه اتفضلي إيه لو سمحت لو ربنا بيدي الانسان حاجه وبعد كده بقى ياخدها منه فده يبقى يعني ربنا غضبان عليه ولا ده بيعلمه درس او حاجه زي كده حاضر عرف. في اي سؤال تاني؟ لا شكرا طيب نجاوب دينا دعاء فك الكرب هو رب العالمين علمنا ان فيه دنيا وفيه اخره الدنيا دي آه من الدنو يعني ايه يعني فدا في دنيا اذا في عليا الدنيا دي يعني ادنى منزله الدار اللي احنا عايشينها دي ادنى منزله من الدار الاخره دار الاخره عليا سميت اخره لانها هي المستقر فما دنيا اذا اذا هذه الدنيا فيها شقاء وفيها ابتلاء وفيها غم وفيها صبر وفيها مكاره وفيها نعم وفيها نزوات وفيها غوايه وفيها رحمه وفيها ظلم كل دي كل ده موجود ربنا سبحانه وتعالى قدره في هذه الحياه الحياه الدنيا عشان نوصل للاخره لازم نمر عليها طيب طب الإنسان المكروب بقى. الإنسان المكروب يعمل إيه اللي خايف على نفسه من المهالك خايف على نفسه مثلا الناس تحرجه هو عليه دين خايف على نفسه أنه يجوع خايف على نفسه أنه يظلم خايف على نفسه أنه يطرد من عمله أنواع وصور الكروب كتيرة جدا نعمل إيه اللي جو إلى الله سبحانه وتعالى قال جل شأنه أمن أم يجيب المضطر إذا دعاه المضطر يعني أخذ بكل الأسباب ولكن مع ذلك لسه ربنا سبحانه وتعالى ما لم يفرج له أخذ بكل الأسباب يعني راح عمل عمل احتياطاته وأخذ بالأسباب وعمل كل شيء وما بقي له إلا انتظار الفرج من عند ربنا أو هو لا يستطيع أن يفعل أكثر من ذلك فربنا سبحانه وتعالى إيه الحقيقة بيستجيب للمضطر حتى وإن كان كافرا ده بيستجيب للمضطر حتى ولو بيعبد الصنم فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم مشركون ده المشركين فاستحضروا نع... استحضروا الشعور ده أنت حضرتك مضطرة فدعائك مستجاب على طول لكن في أدعية في القرآن الكريم على لسان الأنبياء عشان برضو إحنا نتعلم دعاء سيدنا يونس لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فرب العالمين نجاه من الغم دعاء مثلا هذا الرجل من تابع لسيدنا موسى عليه السلام فهو أفوض أمري إلى الله دعاء المؤمنين في عهد سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام قالوا حسبنا الله ونعم الوكيل كل هذه الأدعية من أدعية فك الكروب طيب السؤال الثاني اعطاء النعمه اما ربنا سبحانه وتعالى يعطينا نعمه وياخدها مننا مش شرط قد يكون إن احنا ما شكرناهاش وقد يكون خير بالنسبه لنا لان في قاعده بتقول في المنع عطاء وفي العطاء منع يعني ربنا لما يدينا ها نحمد ربنا ياخد مننا ما نزعلش عشان هو اكيد حطانا حاجه تانية سواء عرفناها او ما عرفناهاش او خد مننا حاجه هي شر بالنسبه لنا الايمان بيريح يا جماعه حاجه نبيله السلام عليكم يا دكتور ازيك عليكم السلام ورحمه الله وبركاته يا سيدي انا اتصلت بيك كتير جدا ما كنتش بترد ما اعرفش انت كنت مسافر ولا في ايه انا اسف والله يا امي ازيك الحمد لله على آسف سلامتك اسف والله إيه؟ هو انا اصلا تقريبا تليفوني زي السنترال ف... آه. ف... ف فممكن مش مسجل رقم معليك. مع عليك معلش لا الحاجه نبيله السيد اه طبعا طبعا اهلا وسهلا يا ازيك <applause> وازاي اهلا وسهلا كلهم عاملين ايه بيبوس الايادي تحت امرك دكتور لو سمحت في واحد متجوز من واحده جواز عرفي ايوه يعني هو كان متجوز وعنده اولاد ايوه وبعدين مراته مرضت ايوه فاضطر ان هو طبعا يعني طبعا يعني لسه ده شاب وكده فاتجوز جواز عرفي على سبيل ان هو ما يظلمش نفسه ولا يتجه اتجاه غلط يعني اه فابتدت البنت دي تشاكس مراته اللي هي المليانه العيانه اه لها رسائل ان هو متجوز و... وهو عندها وقعد معاها وكده برغم ان الست اللي هو اتجوزها عرف دي رحم اولادها الثلاثه كان متجوز ولا... متجوزها وهي عندها ثلاث ولاد. اه. يعني قال لي ايه يتامى وانا هاخد الارمله دي واساعدها مع اليتامى. أيوه فالاتجاه ان هي صراحه ربنا يعني ما كانتش انسانه امينه وابتدت تشك في مراته اللي هي مريضه دي. أوه 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 فطبعا مراته عرفت فزاد العيا بتاعها. ايوه. واخد بالك انت فاضطر ان هو يرمي عليها الطلاق في التليفون اللي هي العرف دي لكن معاها ورقه يا دكتور احمد هل الورقه دي بتهدد له تهدد تهدده ان هو مثلا ممكن تشكسه او ممكن تتجه اتجاه مثلا قانوني ولا حاجه بالورقه العرفي لانها لما جه يتجوزها عرفي جابت له مأذون مزيف وعقد عليهم الاثنين كانه ايه شرعي وبس ازاي عقد كانت... عليهم وهو وهو مزيف مش فاهم اه يعني ما معروف يعني دفتر. كان الزواج كامل الاركان فيه شهود وفيه ولي اه فيه وفيه فيه آه فيه أخوها وفيه في اخوها وفي ولادها وفيه ناس من جيرانها آه يعني اه اه فاتجوزها جواز عرفي بس عشان ما يبقاش فيه حرام فقال لها قالت له ده, ده ده بتاع ده ده ده, ده ماذون فمفيش آه من غير دفتر ما هو مش مسجله ما هو العرفي يعني هو مش مسجل عند ماذون اذا هو أوه. مش ماذون هو بيقرا الصيغه بس علشان يكون ياتي باركان الزواج اه المهم بالظبط علشان ما يبقاش شيء حرام وملم باركان الزواج فاخوها كان موجود وولادها كان موجودين وابوها كان موجود تمام واخد بال حضرتك وقت واخد الصور بتاعتهم وحاططها زي الايه زي القسيمه بتاعه اللي هي الشرعيه على سبيل ايه ما يبقاش حرام يعني اه اه يعني هو جاب الورقة العرفي وخد صورهم وحطها كانه هو بيقلد الوثيقه الرسميه يعني الله عليك بالظبط كده طيب طيب. اه بالظبط كده طيب سؤال حضرتك ايه يا حاجه اه طيب طيب حاضر حاضر يا حق نبيل حاضر بصوا حبايبي صلوا على سيدنا النبي اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا النبي وعلى اله وصحبه وسلم يا رب تسليما كثيرا الشريعه الاسلاميه في حاجه اسمها الباطل وفي حاجه اسمها الحرام الباطل او الفاسد دي درجه العقود الباطله او العقود الفاسده هي في حكم العدم يعني ايه يعني دلوقتي انا عملت صفقه والعقد ده فاسد العقد فاسد ما يترتب عليه فاسد لان هو كاني ما حصلش اصلا الصفقه الزواج الفاسد هو الزواج اللي ما بقاش اللي هو اصلا مش زواج والعلاقه زينة والعياذ بالله الى اخره والعقد الثاني اسمه عقد حرام قال له حرام ازاي ايه الفرق ما بينهم ما هو أصله العقد حلال المعامله حلال لكن حرام باعتبار ما يترتب عليه اضرب لكم مثال بسيط واحد بيشرب الخمره واحد بيشرب عصير طيب الخمر اصلا حرام مش كده ده هذا حرام لذاته الشرب اصلا حرام طب واحد بيشرب اللي بيشرب العصير ده عنده سكر وهو كل ما ياخد سكريات يجيله غيبوبة السكر وياخد انسولين الاولاني ده حرام لذاته التاني ده حرام لغيره رغم ان العصير حلال بس حرام بالنسبه لك عشان انت عندك سكر طب ناخد السؤال بتاع الحجه نبيل واحد دلوقتي مراته عيانه ففكر كده قال والله انا يعني اروح عشان ما اعملش حاجه حرام اروح اتزوج تزوج عرفي في الدره ومحدش عارف ومراتي ما تعرفش لو الزواج مكتمل الاركان جواز العرفي ده ده العلاقه حلال مفيش ادنى مشكله لكن ما يترتب عليه ايه بقى ان الزوجه المتزوجه المتزوجها عرفي هتحس إن هي أقل درجة من الأولى، فتقوم تنقرص في الأولى. هو إشمعنى أنا عرفي وهي رسمي؟ فتقوم تروح تنقرص فيها وتنقرص فيه وتلح عليه عشان يسجل العقد، وتحس إن هي زوجة من الدرجة التانية. أدي ضرر وقع. الضرر التاني إن الزوجة الأولانية عرفت فازداد ازدادت مرض وهو كان خايف إنها تعرف عرفت. وبالتالي خلوا بالكم. الزواج العرفي وإن كان كامل الأركان حلال علاقته حلال قد يكون حراما باعتبار ما يترتب عليه هو يعمل إيه بقى؟ هو يعمل إيه؟ حاجة من الاتنين يا إما يروح يسجل جوازه الثاني يا إما وإن يتفرقا يغني الله كلا من ساعته هنطلع فاصل ثم نتواصل فابقوا معنا اهلا وسهلا بكم من جديد الحقيقه كنا بنتكلم عن القلوب وانواع القلوب وكيف نروض القلوب طبعا القلب على المستوى المضغه واحد ما فيش فرق القلب الحته اللي على الشمال دي واحده بالنسبه للبشر انما احنا بنتكلم على القول القلب المدرك الواعي محل الايمان ومحل النور ومحل احيانا للفسوق ومحل الهوى دي حاجة موجودة كده في المشاعر وفي الإدراك ودي اللي احنا بنتكلم عنها ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة النبي عليه الصلاة والسلام بيقول القلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبهما كيف يشاء يعني إن القلوب دي بتتغير شوية توصل يرتفع فيها الإيمان شوية بيهبط شوية بتحب شوية بتكره طب نعمل إيه؟ نعمل يعني إيديات حنجاوب بس آه بعد آه ما نسمع سؤال آه أستاذة هبة ألو سلام عليكم. أيوة سلام عليكم. عليكم السلام عليكم ألو أيوه السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته لو سمحت بس ممكن إزاي آه حضرتك الأول أهلا وسهلا بيك يا هبة عايزة بس أعقب معاك على القلوب أيوة فهم. قبل سؤالي أنا بعتبر الدين والسنة ده فلتر القلوب تمام؟ م. جهلنا بالدين والسنه وده بينشا طبعا من في الاول التربيه والتعليم طبعا الدين ما فيهوش درجات دي حاجه وحشه جدا فانا برجو ان وزاره التربيه والتعليم تغير المنهج الديني لاسم المنهج التربوي ايوه علشان الدين هو اللي بيربينا أيوة هو اللي بيصفي قلوبنا صحيح هو اللي بيعلمنا حاجات كتير جدا فما ينفعش يكون الاسم دين و... وانا ما اسس ولادي ومؤسس بيئتي ومجتمعي حتى على كمان اسمها التربيه والتعليم بالظبط فانا نغير يا ريت كلمه الدين بما اني ملوش درجات فما نقللش من شانه طبعا هو شانه عظيم بس احنا ما نقللش بقى كبني ادمين من شانه ونسميه دين وما ناخدش عليه درجات فيا ريت يتغير بكلمه المنهج التربوي طب وليه يتغير يا هبه علشان ايه, إيه لما المشكله لما بنتكلم عن الدين في المدارس ما هو الدين ده أصله من أصول الثقافة والتربية والنور وكل شيء وأنا كنا زمان في المدارس بيدرس الدين وحتى كمان إخواتنا المسيحيين كان بيدرس لهم منهجهم الديني وكنا كزملاء أنا خدت ابتدائية في التربية والتعليم قبل ما أدخل الأزهر كانت أخلاقنا متقاربة أو متشابهة أنا ما بكذبش و صاحبي وزميلي المسيحي ما بيكذبش لان انا بيدرس لي الدين على اساس ان الكذب حرام وهو كمان الكذب عنده ممنوع فليه احنا ليه عندنا حساسيه من تدريس الدين ونبدل الدين بمناهج تربويه خاصه ان الدين ده ليه ليه اساس بالضمير التربيه تهذيب سلوك واحنا دايما بنقول حضرتك زي ما قلتي واشرتي في بدايه كلام حضرتك ان بدايه الاصلاح هو هو القلب بدايه الاصلاح هو القلب هو الادراك وفي ديننا منهج كبير في تغيير السلوك اسمه التصوف او علم الاخلاق كما يسميه البعض انا بشكر حضرتك على المداخله ليكي سؤال يا هبه شكرا طيب حقيقة مسألة مسألة الدين احنا ما نعرفش نعيش من غير دين. ما نعرفش نعيش من غير دين، من غير تدين، من غير حب لله سبحانه وتعالى، حب لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، وحب الصالحين، وحب الناس، ما بنقدرش نعيش. يعني أمتنا العربية وأمتنا الإسلامية خلاص اعتدت على ذلك. الدين ده مكون من مكونات الثقافة، مكون من مكونات الثقافة، ومكون من مكونات التربية، ومكون من مكونات التعليم. وكل شيء لكن أنا رأيي الشخصي أن المناهج التعليمية محتاجة بس تطوير محتاجة شوية تطوير لأن المنهج الديني في التربية والتعليم فضلا أنه هو ما درجات الحقيقة هو, هو منهج تثقيفي مش منهج تربوي ديني يعني منهج تثقيفي قل لي قصة أصحاب الأخدود قول لي قصة سيدنا عمر بن الخطاب مش منهج يعرفني بالظبط وعرف الشاب اللي داخل على سن المراهقة لو حصلت مشكلة يعمل ايه؟ هو دي الفرق عايزين بس نطور المنهج الديني في التربية والتعليم استاذة هالة؟ أيوه فهمت السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته حضرتك هو بمناسبة ان هو القلوب ازاي الواحد يقدر يسامح ازاي يقدر الواحد ينسى حد اساء ليه لما الواحد لما حاجه بتحصل كده وقت القلب بيبقى مقبوض مهما بيكون علاقته بربنا كويسه يا سلام بيبقى يا ربنا سؤال كنت هتكلم لكن... في شأنه من شويه اتفضل اه لكن القلب طبعا ما بيقدرش يسامح او بيقدرش ف حضرتك هو عن موضوع الخيانه الزوجيه اه انا زوجي متجوزاه بقالي 10 سنين متجوزين عن حب أي. كنا مع بعض في الدراسه اه اه عمره ما اشتكى مني في حاجه وانا عمري ما اشتكيت منه في حاجه وكنت بسمع كلامه في كل حاجه لدرجه ان قطعت والدتي بسببه أيوة. آه كان يقول لي ما تكلميش اخواتك ما كنتش اكلمهم ما تروحيش اقول لهم حاضر وكل ما اروحش غير في المناسبات وكل حاجه برضيه فيها وبعمل له كل حاجه حلوه اه و... ومع اولادي بربيهم احسن تربيه وهو مم. بيشوف ولما حصلت المشكله لقيته بيتكلم مع واحده في وسائل التواصل الاجتماعي ايوه لما سالته ليه عملت كده بيقول لي مش عارف هي حاجة كده اهوت ولما قريت الكلام لقيته كلام خارج. ايوه. هو ما فيهوش حب وبتاع بس فيه الدلع ده ايه الحاجات الحلوة اللي فيه ديت يعني وبيتكلم معاه لغاية النص الليل. ايوه. فحضرتك لما جيت واجهته قال لي ده الموضوع دوت بقاله له سنة وانا في خلال السنة دي فعلا كنت بحس التغيرات ناحيته لما باجي بقوم بالليل ألاقيه بيتكلمها أقول له بتكلم مين يقول لي ما فيش حاجة ما فيش حاجة قومي حضري الأكل قومي اعملي حاجة. ايوه. ف... والصدفة كانت عمياء ما كانش بيجي في دماغي ان انا ممكن افتش وراه. ايوه. فجت بالصدفه شفته وهو بيكتب فبيكتب لها كلام يعني مج... هو م... بيقول عليه مجاملات لكن هو مش مجاملات هو زي غزل او م. او معاكسات بس باسلوب مؤدب الى حد ما. هو قال لي أنا خلاص إنتي زعلانة من كده أنا هنهي موضوع وما كانش معترف إن هو خطأ بيقول لي أنا ما عملتش حاجة خطأ إن الخطأ عنده إن هو سوري في اللفظ إن هو موضوع زينة مثلا أو حاجة لكن أيوة. هو ما عملش معاها كده أيوة. أيوة. فحضرتك جبت ناس إخواته وأهله فهمتهم لهم هو غلطان ولا مش غلطان لأن هو مش معترف بخطأ نعم. لما اعترف بخطأه نهى العلاقة معاها لكن بيقول لي أنا بنهيها بشياكل لان ما ينفعش احنا زمايل في الشغل وما ينفعش ان انا اقول لها ما تكلمينيش مره واحده ولما هو نهى من ناحيته هي فضلت تكلمه لما انا جيت كلمتها وقلت لها لو سمحتي انا عرفته ما ينفعش الكلام ده يحصل مصممين ان هم اصدقاء فحضرتك دلوقتي انا قلبي مش قادر اسامحه مهما اعتذر ومهما عمل انا قاعده ببيتي ما خرجتش منه لان بحافظ على عيالي وبحافظ على بيتي لكن قلبي مش قادر يسامح اعمل ايه؟ تمام حاضر منهم. حاضر سؤال مهم أه القلب محتاج أه القلب محتاج الحقيقه ترويض ومحتاج أه نور أه بنستعين بالصلاه وبنستعين بالسجود واستعينوا بالصبر والصلاه رب العالمين قال لسيدنا النبي ولقد نعلم انك يضيق صدرك زعلان زعلان ولقد نعلم انك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين طويل في السجود يا مدام هالة أكسري من ذكر الله احمد ربنا إن جوزك رجل محترم ولكن زلته بسيطة في مصايب كتيرة في المجتمع لو تشوفيها هتسامحيه فشوف المصايب التانية عشان تحسي إن أنت مصيبتك أهون من مصايب كتيرة جدا وخاصة إنه اعتذر وخاصة إنه اعترف بخطئه وخاصة إنه تاب إلى الله تبارك وتعالى وقولي له ربنا بيقول يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر يعني الشيطان ليه مداخل كده فده مدخل من المداخل ده يعتبر دي صاحبتي ده زملتي إلى آخره احذروا خطوات الشيطان فاصل ثم نعود بعده فانتظرونا اهلا وسهلا بكم من جديد نتكلم عن القلوب وفي حديث لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بيعلمنا ان فتن الدنيا بتعرض على القلوب فبنشوف الحديث بيصير لها ايه يقول النبي عليه الصلاه والسلام كما في صحيح الامام مسلم تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا فاي قلب اخذها نكتت فيه نكته سوداء واي قلب انكرها يعني رد الفتن دي نكتت فيه نكته بيضاء حتى تعود القلوب على قلبين قلب اسود مرباد كالكوز مجخيه وقلب ابيض لا تضره فتنه ما دامت السماوات والارض قلب اسود مرباد كالكوز مجخيه يعني زي الاسفنجه كده في واحد الشهوات والنزوات وحياته كلها ما بيقولش لا ابدا. في الحاله دي القلب هنا بيتاثر بيجمد الاول بيحصل له ران كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون الران ده بيخليه ضعيف بيخليه ضعيف قدام نزواته قدام شهواته يا عم بطل السجاير يقول لي مش قادر يا عم بطل السلبيات اللي انت بتعملها يقول انا بص ما عنديش اراده خالص نتيجه ايه ضعف القلب ده حاله من حالات ضعف القلب لكن القلب الابيض الذي لا تضره فتنه ما دامت السماوات والارض بيعمل حاجتين الحاجه الاولانيه بيعرف يقاوم ما يحب في الحرام يعني اذا كان الحراء اذا كان الحاجه اللي بيحبها حرام ما يعملهاش ابدا ويجاهد نفسه وبيطبق الآية الكريمة: وجاهدوا في الله حق جهاده. هو جتباكم. وبيطبق الآية الكريمة: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. أما النقطة الثانية فبيصبر على ما يكره. الصبر على المكاره مقاومة الإنسان لما يحب في الحرام. ده القلب الأبيض اللي بشع نور وبشع رحمة. القلب اللي ما هوا. القلب اللي بيقبله ربنا سبحانه وتعالى هو ده قلب سيدنا إبراهيم اللي قال عنه إذ جاء ربه بقلب سليم مين معنا؟ محسين تفضلي فن أيوة عايز أسأل فضيلة الشيخ لو سمحت تحت أمرك معاك ما أنا بذاتي زكاة المال يا عم الشيخ تفضلي فن أيوة عارفين إحنا الحاجة دي بتطلع عليها زكاة مال آه بس عاوزين نعرف زكاه المال دي تنفع لو نعمل بيها يعني ذبيحه آه. ولا حاجه لله كده يعني بتحصل عندنا حاجات كده آه يعني زي واحد عندنا رجله اتكسرت وركبنا له شرايح وبعد ما كمل شهرين وراق اتكسرت تاني هو أي. نايم لوحده يعني ركبنا له مسامير ايوه رجع تاني يعني ود ودبني عور عينه بالسكينة و... وعملنا له كام عور عملية عور عينه ليه؟ عور عينه عيل صغير ثلاث سنين اه اه طفل صغير سكينة عور عينه لا اله الا الله اه ويعني عملنا له كام عملية في عينه ورا بعض امم يعني والناس اللي في البيت دي كلها على طول عيانة وعلى طول تعبانة امم و... امم على طول فأنت عايزة تحولي زكاة المال إلى ذبيحة علشان الذبح ده, ده بيرفع يعني نعمل ذبيحة بيها اه على اساس يعني على اساس ان انت بتعتقدي ان الدبح ده هو اللي حيشيل الغم ده ويشيل النحس ده صح؟ احنا يعني اللي يقولوا يقول, يقول اعملوا حاجه لله اعملوا حاجه لله تمام بس يعني ولو تنفع نعمل بها حاجه لله اه تنفع الناس البيت ياكلوا منها تمام ونعمل يعني آه حاجه زي ليله قران ولا مديح ولا حاجه آه زي آه كده آه حاضر وينفع يعني كل التكاليف الشاي والاكل والعيش وكله من الحاجه من من زكاة المال ولا ما ينفعش؟ تمام. والسؤال الثاني. طيب حاضر. أنا معايا أختين وعلى طول مخصميني محاربيني. ليه كده؟ أنا الكبيرة فيهم. أنت الكبيرة المفروض آه أنا توصليهم؟ أنا بروح لهم. أنا جيت راحة عمرة مديت يدي عليهم ما رضوش لا إله إلا الله، آه. بعدين عيد طولت اخذت لي كام شهر الف سلام راحوا يجوا عندي انا كنت رحاله ممكن كل ما يقولوا لي واحده تعبانه واحده حصلت لعيلها حاجه اروح لها اي ارمح اروح لها اه وترجع تخصمني ثاني لوحدها كده امم من غير ما تعملي لها حاجه اه جات دي اصغر واحده في ال... في بيتي وشتمتني اه شتمتني وكنت طالعه العمره ليش هتماتك من وحدها كده من غير ما ت... ما يكونش فيها اي استفسارات بتقولي انت ما تاخديش يعني ذهب أمي كانت متوفيه ما تاخديش في ذهب امك انت يعني معاكي ذهب امم خلافات يعني عائليه اه مم. خلافات زي كده وارجع اروح لهم اروح لهم على طول واكسر نفسي على طول تمام بس لكن يعني بردك اهو اللي حصل ده الولد ولدي واللي حصل الولدي ده أيه. مرتين اتكسروا حادث امم ما ما نفسيش تاني اروح لهم ولا اكلمهم بس الله. يعني حرام القطيعة دي طبعا قطيعة حرام الله يسامحهم طيب انا اعمل ليه انا مستحيل حاضر يا محسن يعني. حاضر عينيا عندك سؤال ثالث يا ام حسين تسلم طيب بالنسبه للزكاه الزكاه ده فريضه من عند ربنا سبحانه وتعالى ربنا فرضها على المال اللي من عند ربنا وركن من أركان الإسلام، لازم تطلع يعني لازم تطلع. ملهاش علاقة بأي حاجة تانية. تقصد يا أم الصدقة. إحنا من النبي عليه الصلاة والسلام علمنا داو مرضاكم بالصدقة. يعني الصدقة دي بترفع البلاء وبترفع الغم وبترفع الكرب، ده صحيح. فبالتالي يا أم حسين، زكاة المال طلعيها في معادها إذا كانت فلوس نطلعها فلوس. طلعها لأهل الخير كده. أما اللي بيحصل عند حضرتك او عند ابنك الصغير بتكسر وفيش عكس زي ما بنقول كذا لك في عكس في البيت يعني احيانا بيكون حسد أحيانا بيكون ابتلاء أحيانا بيكون أي حاجة ففي الحالة دي بنعمل ايه رقم واحد علينا بالدعاء ربنا عايز يسمع صوتنا في الدعاء عايز نصلي ركعتين قضاء حاجة ربنا عايزنا نسجد ونقترب واسجد واقترب ربنا عايز يسمع صوتنا واحنا بنلجا له ونقول يا رب فرب العالمين يستجب لنا فورا ده رقم واحد رقم اتنين نطلع صدقات مش لازم ذبح في ناس بتعتقد ان الدم الموجود في المكان بيرفع الغم وبيرفع الهم وبيرفع العكس وبيرفع كل ده غير صحيح العبره بان انت بتفيد الفقراء العبره ان انت هتطلعي للفقراء فممكن تتبادل بدل ذبيحه اه ممكن تذبحي صحيح اسمش باعتقاد ان الدم ده هو اللي هيرفع اعتقاد ان انت لما تأكل الفقراء ربنا هيرفع عنك الغم لكن الافضل تطلعيها فلوس والله اعلم اختين والتلاتة مخصمين بعض طب ليه النبي عليه الصلاة والسلام بيعلمنا بيقول ليس الواصل بالمكافئ ولكن الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها اللي بيصل رحمه مش اللي بيجامل اخوه ولا اخته هي الجيل هو يروح لها اللي بيصل رحمه هو اللي ايه مقطوع الرحم فيروح احيانا يتشتم احيانا يتهزأ احيانا كل دي حسنات سيدنا النبي قال للراجل قال يا رسول الله الراجل قال له يا رسول الله لي اقرباء اصلهم ويقطعونني احلم عليهم ويجهلون علي قال إن كنت صادقا فكأنما تسفهم المل يعني التراب الحار خليك زي ما أنت حاجة خليك زي ما أنت يا أم حسين روحي لهم وأنت الكبيرة قولي لهم أنا برضي ربنا فيكم وأنتوا بتعصي ربنا فيا مين؟ ريهام يا الشيخ حضرتك؟ أهلا يا ريهام أنا في يوم اتخانقت أنا وجوزي خناقة عادية عادي يعني زي مم. اتنين هتعصب أوي وراح قايل عليا الطلاق لك اتطلقي فانا مش عارفه اليمين ده يمشي ولا نعمل في ايه عليا الطلاق لا تتطلقي مش عارفه هو حلف هو قال عليا الطلاق طب سؤالك عارف. يا ريهام بس فانا آه. عايز اعرف ده في الحاله دي نعمل ايه تمام حاضر انت ساكنه فين يا ريهام القاهره انا في القاهرة اه عارفه دار الافتاء المصريه شارع صلاح سالم في الدراسه تاخديه من ايده كده وعلى دار الافتاء المصريه عدل تقول يلا تعالى نشوف حضرتك أنت حلفت عليا بالطلاق نشوف الطلاق ده أخباره إيه؟ لأن الطلاق بالذات لازم الطرفين يكونوا موجودين. عشان الطلاق ده شائك أحيانًا بيكون فيه نية، وأحيانًا بيكون فيه طلاق صريح، وفي أحيانًا بيكون طلاق بالتلميح، كل ده لازم نعرفه، لازم الطرفين يكونوا موجودين. تمام؟ طيب. أما بالنسبة بقى نرجع تاني لموضوع القلوب فالقلب اللي اي حد قلبه مريض عنده هوى ولا عنده حقد ممكن يتعالج اه ممكن يتعالج يعالج ازاي يعالج نفسه يعمل ايه يعمل القاعده اللي قلت لكم عليها آه يقاوم ما يحب في الحرام يعني على سبيل المثال واحد عنده غل جامد قوي وغيره جامده قوي من زميله فيوم يروح يحسن لزميله زميله عارف الموضوع صعب بس مش مستحيل بس ده علاجه وهو ده حق الجهاد اللي ربنا قال عليه وهو ده اللي ربنا بيغفر فيه الذنوب وهو ده اللي ربنا بيرفع فيه الدرجات وجاهدوا في الله حق جهاده واحد مثلا بيحب الحرام في حاجه معينه يمنع نفسه عن الحرام يمنع نفسه عن الحرام نقرا في سوره البقره ازاي طالوت اللي ربنا أرسله الى بني اسرائيل عشان يستنقذهم من الضعف ومن الهوان واعترضوا عليه قالوا ان يكون له الملك علينا ونحن احق بالملك منه ولم يؤت سعه من المال قال ان الله اصطفاه عليكم وزاده بسطه في العلم فبالتالي طالوت ربنا اصطفاه واعطاه بسطه في الجسم والعلم قال لهم من شرب من هذا النهر فليس مني ومن لم يطعمه فانه مني. عايز يدربهم على القاعده دي ان انت مش كل حاجه انت عاوزها تاخدها. لو كل حاجه حضرتك بتعوزها تاخدها سلم لي على قلبك. قلبك مش هيبقى قاسي بس ده هيبقى مخلق. افلا يتدبرون القران ام على قلوب اقفالها؟ لكن لو عودت نفسك ان مش اي حاجه بتشتهيها انت بتاخدها. وتدرب نفسك على كده قلبك هيبقى سليم وزي الفل احمد معانا الو السلام عليكم ايوه يا ابو حميد اتفضل أه، بقول لحضرتك عندي سؤال في الميراث كده فين في الميراث في, في قضيه الميراث الميراث تمام قول كان عندي عمتين توفوا قبل جدي وست الله يرحمهم ما يموتوا عمتين اه قبل جدك وست جدتك اه يعني العمتين دول توفوا قبل ابوهم وامهم اه قبل ابوهم وامهم وابويا برضه كان عايش يعني والدي كان عايش تمام <applause> فاصبح ان جدي وستي ورثوا فيهم صح؟ اه طبعا طيب جدي وستي رفضوا ان هم يورثوا فيهم اه وقالوا احنا مش عايزين حاجه منهم تمام يبقى ده تناسب جدي جدي وستي ماتوا امم فهل اصبح للبنات دي ان هم يورثوا في ميراث والدي؟ <applause> لا ما فيش ميت بيارس ميت يا ابو حميد طب سؤالك آه خلاص سؤالك في, في فيك سؤال تاني انا والدي والدي لسه متوفي واحنا بنفكر ان احنا قال. نشوف تمام نديهم الميراث باثر رجعي من ساعه ما جدي مات عشان والدي ما يحاسبش عليه حاضر حاضر يا ابو حميد ليك سؤال تاني يا حبيبي لا ربنا يخليك طيب يا سيدي بص يا ابو حميد صلى على رسول الله دلوقتي عم العمتين دول توفوا قبل جدك وجدتك يبقى في الحال جدك وجدتك المفروض بيرثوا فيهم طب هم تنازلوا عن حقهم مات جدك فاذا ازاي ميت يرث ميت ميت ما بيرث ميت انما الوصيه الواجبه بتخلي ان ابن الابن ولادهم بقى يرثوا في حدود التلت لو كان لهم حق هتعمل ايه يا ابو حميد هتطلع على دار الافتاء المصريه وتكتب الفتوى مكتوبه ويدوها لك او تروح تعمل اعلام وراثه. اعلام وراثه هيطلع لك بقى من الاول خالص من ساعه ما عمت العمتين توفوا وبعد كده جدك وهكذا ومن له الحق في ان يرث ومن ليس له الحق في ان يرث عشان تريح دماغك لكن المقطوع به ان الميت لا يرث ميتا انما الميراث قائم على ان الحي هو الذي يرث الميت والله تعالى اعلى واعلم. القلوب طهروا قلوبكم بذكر الله وبالسجود وبقراءه القران. واحد يقول الله انا بستغفر كتير يا شيخ بس ما فيش فايده قلبي لسه جامد كده. اه بس انت ما هو انت دلوقتي النهارده عطشان فانت شربت ربع كوبايه وانت عايز لتر كده عشان ترتوي. يا اخي اذكر الله لحد ما ترتوي. استغفر الله لحد ما ترتوي ما ارتويتش بده روح على الايتام وروح على الضعفاء واقضى حوائجهم واقضى حوائج المساكين واقضى حوائج الضعفاء شوف واحد كبير في السن كده ساعده روح المستشفيات والمرضى كده وقعد معهم شويه سئل النبي عليه الصلاه والسلام واحد ساله قال له يا رسول الله اشكو قسوه قلبي وقله حاجتي يعني الدنيا بالنسبة لي زي ما بنقول كده ضنك لا في فلوس ولا في فرص ولا في أي حاجة ماذا أفعل؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أتريد أن يلين قلبك وتدرك حاجتك؟ امسح رأس اليتيم وأطعم المسكين يلين قلبك وتدرك حاجتك. كل سنة وأنتم طيبين سعدت بكم خلال هذه الحلقة وإلى لقاءٍ آخر متجدد بإذن الله شكراً لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. you